على وقع طبول حرب تقرع في العراق وجانبي الخليج العربي، يتسمر العالم ليرى جولة أخرى من الصراع الأمريكي الإيراني. أيام ترامب الأخيرة بدت عسكرية أكثر من أي وقت مضى، وعلى الضفة الأخرى تذبذب في المواقف وتخبط في التصريحات بين مناد بالثأر لسليماني الذي خر صريعا بغارة أمريكية قبل عام، وبين دعوات للتهدئة. تتناقض التصريحات الإيرانية من النائب النفس عن أي تصعيد والغوص في تمثيل دور الضحية، واتهام الولايات المتحدة بمحاولة الحصول على ذرائع لشن ضربة عسكرية ضد إيران، إلى تهديد ووعيد بالقصاص ممن يسمون بقتلة سليماني مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمصرعه. ذراع إيران الأبرز في العراق زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي تحدث عن ندمه لاستجابته إلى الطلب الإيراني بتأجيل الثأر على قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، كما عبر عن استيائه من تواصل رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي مع طهران دون الحديث معه. وبالقرب من الخزعلي القابع في طهران خشية الضربة الأمريكية تعلو نبرة التهديد أكثر، فيؤكد رئيس أركان القوات الإيرانية محمد باقري أن الثأر لسليماني لن ينسى بالتقادم، قائلا إن إيران وحلفائها عقدوا العزم على الانتقام وطرد أمريكا من غرب آسيا. وإذ ينظر الكثيرون لحديث باقري على أنه جزء من بروباغاندا إعلامية دأبت إيران على استخدامها كل من تكس مشروعها، فإن إدارة ترامب تبدو جدية في التعاطي مع الأمر بالنظر إلى التعزيزات العسكرية الأمريكية الوافدة إلى المنطقة. مسؤولون في البنتاغون قالوا إن استعراض القوات الأمريكية في الخليج العربي يمثل رسالة تحذيرية واضحة لإيران، كما أن الجيش الأمريكي اتخذ كل الإجراءات الرادعة لحماية المصالح الأمريكية، حيث يحاط الأمر بأهمية بالغة ومكثفة من قبل القادة العسكريين الأمريكيين وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش الجنرال مارك ميلي. وبين تهديد إيراني هو إلى الصراخ أقرب وتحشيد أمريكي، تنتظر المنطقة لحظة فارقة أخرى تكون فيها المسافة بين الطرفين صفر، ربما قد ينتج عنها بتر اليد التي تغولت في أربع عواصم عربية أمام أنظار الأمريكيين. ولكن أخطر ما في الأمر أن يكون العراق ساحة لتلك المواجهة.